فبآخر محطاتنا لليوم رح نحكي فيها عن مصطلح كتير مهم بحياتنا، هو تقدير الذات. كيف نحن قادرين نقدر ذاتنا لحتى تكون علاقاتنا الاجتماعية سليمة، علاقاتنا الشخصية، كيف نحن تكون حتى علاقاتنا ببيئة عملنا. أكيد تقدير الذات اليوم كتير مثمر لنجاحنا بأي عمل نحن منقوم فيه. رشا، أكيد يا ليلى، اليوم وقت اللي عم نقول تقدير الذات عم نحكي عن عدم المقارنة أو المقارنة الإيجابية، عم نحكي عن ثقتنا وإيماننا بقدراتنا بمهاراتنا وحتى فشلنا بتجاربنا الفاشلة. اليوم وقت اللي نحن منآمن فيها ومنتقبلها نحن عم نقدر ذاتنا أنه نحن حاولنا ولكن كانت المحاولة غير مثمرة. اليوم شو أهمية هذا المصطلح بحياتنا؟ هل اليوم نحن عن جد قادرين نتدرب على تقدير الذات؟ وشو هي أهم المعطيات المفروض نستند عليها؟ معلومات جدا مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي الدكتورة فاتن نظام، أخصائية في تنمية بشرية وعلاقات عامة. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح هلا. الورد. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، نورتينا. بداية دكتورة خلينا نعرف شو هو مصطلح تقدير الذات. كلمة تقدير الذاتي اللي هو في ناس عندها خلط كتير بين انه تقدير لا حب الذات لا انا ما بعرف قيمتي بهي الطريقة. تقدير الذاتي اللي هو انا بعرف شو قدراتي وامكانياتي، بعرف شو عيوبي شو مزاياي، وبنفس الوقت انا بعرف انه انا بهي الحيثية يا بكون انا بقدر او ما بقدر. فهون نحن عنا تقدير الذاتي اللي هو في كتير عالم للأسف الشديد هي يمكن تعيش كامل حياته وهي ما بتعرف شو عندها قدرات أساسا. فهون بصير في عندي التغيب إنه أنا بقدر، أنا بستطيع إنه أنا أقدم شيء، أنا بقدر أشتغل، أنا موجود هون، أنا بقدر أستثمر هون. فهون بصير في عندي نوع من التغيب. تقدير الذاتي اللي هو ما بقيمتك خلينا نقول المادية، هي قيمتك المعنوية بالطريقة السليمة. بمعنى مثل ما تفضلتي وحكيتي، المقارنة هي أخطر واحدة، إنه أنا قارن حالي بأشخاص تانيين إنه ليش أنا، وبلش نحن على عملية لوم النفس إنه ليش أنا، ليش أنا هيك حظي قليل، ليش. الحديث الداخلي اللي هو أخطر شيء بتقدير لذاتي اللي هو بيعمل لي نوع من عدم التصالح مع الذات. فهو شو بيصير؟ بقلل من قيمتي، حتى نظرتي للعالم بصير دونية، يعني بصير حتى صوري انه بيقولوا لك انه تقديرك لذاتك حتى بتلعب على البادي لانجويج، حتى الاكتاف بتنزل لانه انا ما عندي ولا بالعميه عينه مكسوره بتحس تماما، يعني بصير بيحكي من تحت انه كثر خيرك عم تحكي معي، فضلتي علي انه انت عم تتجاوب معي. هي الفكره انه انا ما اعرف قيمه ذاتي، بعرف انا قدر حالي بالطريقه السليمه. وهذا الشيء اللي نحن بنقول اذا نحن قعدنا بالارض هو انت، واذا قعدت على الطاوله هو انت، واذا قعدت على جبل قصيون هو انت بحد ذاتك. فتقديرك لذاك ينبع من الداخل وليس من الخارج عند الاخرين. كرمال نحن نشتغل صح على تقدير هي الذات، في قصص اليوم مفروض نشتغل عليها بالجوانب الصحيحه، خلينا نعرف اكثر عليها كرمال اليوم. وهي الفقره تنميه بشريه، دائما في ناس كثير عندها حب لهي الناحيه بالحياه. اول شيء نحن مثل ما قلت، اول شيء نحن بدي انا في عندي قصص أنا أكون شفافة كتير مع حالي، أعرف شو عيوبي. يعني إحنا دائما إذا أنت حدا حكيتي مع حدا اللي يحكي لي عن حالك شو بيحكي؟ عن المزايا، وأنا طيب تماما أنا بطير العقل تماما. فهي الفكرة، أول شيء يكون أنا صادق مع حالي مشان أنا أكون صادق مع نفسي وذاتي. وبنفس الوقت ثاني نقطة اللي هو أنا عرفت شو عيوبي، نفس الوقت أنا أقوي المزايا اللي عندي، قوة نقاط القوة اللي عندي. يعني أنت عندك مهارة قوة برزية طورية، يعني إحنا فون نحط خطين أنه أنت طور بذاتك. رقم اثنين اللي هو في عندي الحديث، يعني أحياناً أنت بتكون عم تنجزي شيء معين تمام، فأنت قبل ما حدا يقول لك شو عم تعمل أو كذا بيجي هي الحديث الداخلي أنه هلأ لا بقول لك هلأ كذا. هلا هي كلمه الحديث الداخلي، حسب ما انت اذا انت فشلتي او انت ضعفتي انت بتكوني لوامه لنفسك انه دائما انت بتخطئي بحق ذاتك، دائما انت بتعملي. نفس الوقت انا بدي احكي مع ذاتي كانه حبيب، بمعنى انا بحاكيها بلطافه وباختيار مفردات انه ما في مشكله كلياتنا بنغلط، شو هالشغله العظيمه، ولكن انا اتعلم من الغلط. فهي عباره عن اساسيات، هو الحديث مع الداخل بالاضافه اللي هو عباره عن اسس أنا ترتيب أولوياتي. يعني دائما نحن ما تفوتي تقدير ذاتك بالطريقة السليمة، لا تفوتي بشيء أنت غير عندك قدرة إنه أنت تنجزي. يعني أنا مثلا جارتي رفيقتي هي ناجحة بهالقصة، بدي أعمل مثلها. طب أنت عندك متوفر عندك مثل ما عندها قدراتك، عندك نفسها ذاتها، حتى الظروف. شوفي دائما نحن عندي قدرات وعندي ظروف، بعدنا نضحك على بعضنا، فأنت ما أنا تغطيت عيونك إنه أنا إيه بيطلع لي. هي الفكرة أعرف شو عندي، ماذا أمتلك،
وين انا تماما، هي هزه الراس وبعدين بنطلق على تقدير الذات. هي صارت هون مقارنه، وقت اللي بدنا نشوف الشخص شو عنده، نحن ليش ما انا مثل انه، ليش نحن ما بنقارن حالنا بحالنا، نحن كيف كنا قبل، كيف نحن قادرين نعمل شيء نطور حالنا بشيء، نحن ليش لحتى نقارن حالنا بشخص ثاني. يمكن هو في بس يكون في الواحد ضعيف جوا، بصير هو نواقصه والنقاط اللي عنده النقص بيطلع على الاخرين. فهو شو بصير بيعمل، هو انا ما عم بقدر اشتغل، وشوفي في عندنا الاشخاص اللي عندها تسويف عالي واللي عندها تبع ان شاء الله بكره والسنه الجايه وبعد اسبوع، فهي بينزل تقديرها. ليه؟ لانه هي ما عندها انجاز، فهي ما بتعود، بصير عندها حديثه دائما انه سلبي، انه انت ما عندك قدره. فهم بتنتقل لوين؟ بتنتقل للاخرين. لك فلان شو صحح له شو كذا. انت الفكره، انا اول شيء طلعت عادي. شوفوا دائما النظره، بخاصه نحن هلا التواصل الاجتماعي هو خطير جدا، هو بيعملنا مو بس انه لوم الذات وتقديري ينخفض، حتى نحن لانه عباره عن صور ذهنيه، فهو بتتعبى بطريقه ما بعقلنا وببلش عندي الانتقاص من ذاتنا وتقديرنا لذاتنا. فهون الفكره، انا عم تابع، فهون انه ليش مو انا، ليش هو، ليش كذا، كآبه، اكتئاب، استسلام، عجز، وبعدين رفض الحياه، رفض الحياه كامله، انه انا مالي مؤهل، انا ما عندي هي الظروف، انا ليش عايش لسه يعني. فانت بوصل لرفض الحياه. فشوفي قديش خطير مفهوم تقديرك لذاتك، قديه انت قيمتك، قديه تقديرك لقيمتك لوجودك. ونحن بنقول مطرح ما انت بتكون موجود تتجه الاضواء نحوك، فهون بصير عندك تقدير لذاتك، مو هي لا بالصف الاول ولا بالكرسي، هي عباره انه انت مطرح ما موجوده، انا بعرف وين قيمتي وقديه انا بقدر لحالي واسلوب حياتي بالطريقه السليمه، واقدر وجه حتى المفردات السليمه انه انا بيلبق لي وانا ناجحه بهذا الموضوع. وهون هاي القصه بحاجه لايمان الشخص نفسه بذاته يعني وبقدراته، قد ما كان المحيط سلبي حواليه هو عارفان شو حاله. اليوم اذا نروح للعمل، الحياه الشخصيه، الحياه الاجتماعيه، اليوم ببين عندك شخص مقدر ذاته، يعني ما بيخبي حاله، والناس يعني شايفته، يعني ما القصه ما بتخبي حالها، وفي ناس عنده تدني بتقدير الذات ايضا واضحه. اليوم الفرق اليوم بالتاثير بين الشخصيتين بالمجتمع، شوفي الفرق عليه وعلى الاخرين. الشخص الواثق من حاله وعنده تقدير ذات عالي هو بيكون مريح له ولغيره، لانه هو اول شيء حيكون شخص ايجابي جدا، حيكون هو بيعرف شو قدره وشو قيمته، فهو ما عنده التجاوزات على الاخرين، وما عنده حتى الاستخفاف بالاخرين، هو مشبع اساسا تماما. بس يكون الواحد مشبع فبيكون ثقيل، فهو ما عاد عنده مشكله بنجاح الاخرين. بنفس الوقت انت ما تكوني شخص عندك تقدير لذاتك صح وعندك طريقه ايجابيه، الصاحب ساحب، حتكون دائرته كلياتها ايجابيه بنفس مثله نفس الشيء. اما الشخص اللي هو عنده ذنوب بتقدير لذاته، فهو بصير حقيقة متعب له ولغيره. أول شيء بتلاقي حقيقة عن جد ما بمسح طاقة سلبية دائما دار، يعني هو قاعد، يعني هو لا بده ينجح ولا بده يقدر حاله، وبنفس الوقت ما بيخلي حدا ينجح، ما بيخلي حدا، لأنه هو بده يبلش لوم الآخرين دائما، بده يحكي حتى اسمعي شوفي مفرداته، هذا أنت بتعرفي إنه هذا عنده انخفاض بتقدير لذاته، حياتي تعبنا، ما بعرف شو، بلش طول الوقت ترديد هاي الكلمات. بمعنى هو بمعنى عم يعمل مثل هدوء لذاته، انه مو بس انا، كل العالم. دائما نحن اي شغله انت بتخسريها فبنعمل اول مصطلح هو التعميم، كلياتنا تعبانين، كلياتنا سلبيين، كل تماما. فهون النقطه الاساسيه اللي هو لا مؤذي تماما اللي عنده انخفاض تقدير الذات، حتى بصير في عنده نقد للاخرين سواء كان مباشر او غير مباشر. ممكن بوجهه مثلا لهذا الشخص ما ينتقده، بس يختفي او يغيب شوي فبينتقده، وبقصص كثير ما بتشبهه، بس هو بيختلقها، بمعنى انه شو عم يعمل، شو عم يعمل، شو عم بيساوي، مين هو تماما. فهو هو مؤذي، ولكن لانه ما قدران يكون يعرف قيمته بالطريقه الصح، فهو بيأذي الاخرين بمفردات او حتى باساليب حتى سلوكيات، كرمال يعني عساس جاري يعني بمعنى المجارات يعني. انا مو بس انتو وانا كمان تمام تماما. لكن كثير يمكن في اشخاص بيخلطوا بين تقدير الذات وبين الانانيه، اكيد في فرق بيناتهم، بين الشخص الاناني بنقول او النرجسي وبين الشخص اللي بيقدر فعلا ذاته، خلينا نفرق بيناتهم. هلا في فرق كثير، طبعا ما بيشبهوا بعض ابدا. تقدير الذات مختلف تماما
عن اللي انا بس انا وما بعد الطوفان. هون اللي هو في عندي تقدير الذات وحب الذات. نحن تقدير الذات انا بعرف وين قيمتي قد ايه انا مقدره حالي بالطريقه السليمه. حب الذات حبيت ذاتي حلو بطريقه لطيفه اللي هي عند المستوى اللي خلينا نحن نقول الجيد. اما نحن في عندي شعره ما بين حب الذات والانا. الانا معناتها بس انا بدي اخذ كل شيء والباقي كلياته يخسر ما ينجح بهي الطريقه. فهون النقطة الأساسية هي حقيقة ترجع لشخصية الواحد يعني هو بيكون في كثير عالم هي إذا صار معها قصة معينة صغيرة بتحس حالها أنه شو صار كبرت الدنيا وخسر كل حوله. هو الفكرة بس يكون عنده الواحد تقدير لذاته بيكون شخص متواضع أبداً. هو ما له شخص متكبر ما له شخص بيهمش الآخر. هو بيعرف قيمته بيعرف هو كيف بيحكي حتى بيعرف ترتيب المفردات بالطريقة السليمة. فنحن هون ما تكون عندك تقدير لذاتك دايماً نحن بدك تكشفي أي شخصية شوفي مفرداته. إذا كان في عنده كلمة الأنا كتير عالية أنا عملت وأنا سويت وأنا رحت وأنا تماماً بعد انتبهي أنه هو عنده جداً ما شايف حدا تمام. أما مثلاً أنا ممكن أقولك أنه أنا سويت هذا الموضوع والله حابة أنه يا ريت المرة الجاية تكوني معي تماماً. هذا شو ببين؟ هذا بيّن أنه شخص ناجح وهو حابب يكون الكل معه بيقدر جهود غيره كمان. تماماً وبيسحب شوفي بيسحب الشخص. هلأ قبل شوي قلت الصاحب ساحب. الشخص الناجح ما بيخاف من أي حدا حواليه لأنه هو حينجح هو وياه. أما الشخص اللي هو ما عنده شيء اللي هو عنده الأنا عالية اللي هو ما له شايف حدا حتى بيخاف إذا أنت عملتي إنجاز صغير فهو بيخاف منك ممكن يعمل أذية بطريقة ما لأنه هو بده يكون بس هو بالقمة والباقي ما دخلون أبدا. هاي الأمثلة اللي عم تحكيها دكتورة كتير موجودة بالواقع بمجال العمل بمجال الحياة يعني اليوم موجودة. احنا اليوم لازم نعرف كيف نتعامل مع اليوم. ضوينا هيك شوي بسيطا على الاشخاص اللي ما عندهم تقدير لذاتهم. هل اليوم بعلم التنميه البشريه في تدريبات في معايير تشتغلوا عليها كرمال تطوروا هي الذات حتى لو شخص اليوم انا بقول لك انا هامش انا ما عندي شيء تمام. هلا اول شيء كلمه تقدير الذات هو يعتبر من اهم البرامج اللي احنا عم نشتغل عليها. يعني مثلا في عالم تجي بتعمل برنامج مهارات الاتصال الفعال انا ما بقدر خليك تتواصل مع الاخر اذا انت ما عندك تقدير لذاتك. صحيح. فهو من الاساسيات اللي هو في عندنا نقاط في عندي عملي اللي نحن دائما بنقول الامور العمليه والامور النظريه اللي نحن بنشتغل على شخصيته لاول شيء يعرف شو هو شو بده. لان نحن في عندنا مثلا انت بتقولي انت شو بدك من الحياه ما بعرف. كلمه ما بعرف خطيره كثير. انت بتقدر تعمل هالقصه انا حابب مثله يا حبيبي انت عندك تمام انا حابب مثل ابن الجيران. هي الفكره انت شو عندك. في عالم مثل ما قلت لك هي ما بتعرف شو عندها ادوات. يعني نحن بنقول في عندنا نحن قدرات وفي عندي ادوات لان هي اللي بتخليكي تعرفي تقدري حالك. ممكن كثير تقدير الذات مثلا ممكن كورس واحد ينشغل عليه اذا كان هو حقيقه 100% معي عارفان شو بده هو حابب يطور بذاته وبن وقت يشتغل عليه. وفي عالم هي بصراحه هي جاي ما بدها تحكي بطريقه تقول بطريقه شفافه فما بتحكي عن كل نقاط ضعفها او نقاط او عيوبها مثلا. واللي بيقول لك انه انا ما عندي نقاط ضعف بيقول لك انت مالك هرقل. انت عباره عن انسان عندك اخطاء عندك نجاحات عندك اخفاق. هي الفكره انا بس اتعايش معها بالطريقه السليمه واعرف كيف انتاجيتها فانت بتقدري نشتغل على تقدير الذات. وبس الواحد يقدر حاله صح 100% انت هون بلش عندك التوازن بالشخصيه. في تدريبات اليوم تمام عندك توازن اللي هو انا بعرف وين انا باي نقطه عندي القوه تمام. بس انت تعرفي وين نقطتك القوه او انت وين الباور عندك فانت شو بتعملي بتزيدي البنزين فيها تمام تشاليها اكثر بصير عندك دافع اكثر انه انا هون بضوي. النقطه السلبيه او النقطه او العيب اللي بيكون عنده الواحد هو لا يشتغل على التجاهل. انت بس تجاهلتي معناتها هي باي لحظه بتطلع عليك. بس تطلع انت بتكون قمه السعاده والانجاز وطلعت هي النقطه بتحسي نزلتي كل اللي طلعتي. فهون نحن بنشتغل على المعالجه البسيطه انا وياها هي بفهم عليها بتفهم علي وبطورها
ممكن برنامج انا اقدر مثلا انا شخص ناجح بس انا انفعالي، فنحن في عندنا شيء اسمه الذكاء العاطفي بشتغل على هي المهاره وبقدر انا استوعب واتحكم بمشاعري بالطريقه السليمه. طب دكتوره، هل التعامل اليوم من خلال الكورسات والتدريب والبرامج اللي ذكرتيها حضرتك بتختلف من عمر لعمر؟ اليوم وقت اللي بده يكون في اعمار صغيره ممكن انه هي حابه تدخل بهي الكورسات، ممكن لها طريقه معينه غير الاعمار الكبيره؟ هذا نحن أول يوم هو عبارة عن كسر الجليد. نحن في عنا أشخاص هي حابة، في أشخاص هي حابة تتسلى، في أشخاص هي وصلت للتوب بالخنقة هو بده يغير حياته، شو في تغيير الحياة تغيير المسار، فبيختلف من شخص لشخص. بس نحن ما في عنا فئة مثلا، فئة هي مثلا قلت مثلا الفئة الشباب هي ممكن أقوى، لا هي في الفئة اللي هي من 30 لل 50 لا هي أقوى بكثير، لأنه هنا على القليلة فهموا الحياة تمام، عارفانين شو بدهم وصار بدهم ياخذوا فرصتهم تماما. فنحن بكل فئة هي تختلف عن الفئة الثانية، وحتى بتختلف حتى نحن أسلوب التعاطي معه، لأنه في يعني هلا الكلمة بدنا نقول كلمة التدريب هو يختلف تماما عن شيء اسمه تعليم. التدريب هو عبارة عن مشاركة وتفاعل، أنا ما بشتغل تلقين أبدا أبدا، هي تفاعل ومشاركة، هو بيعطي أكثر ما أنا أعطي. فأنت ما بدك تاخذ مهارة معينة، أنا ما بعمل ضدي لتاخذ المهارة، أنت من قلب ورب جاي تاخذ هي المهارة. أنه بحاجته اليوم 100%. ونحن القصة ما أنت بدك، أنا ناجح بكل شيء، أنا ما عندي هالقصة، أوكي بتاخذها بالطريقة السليمة. فنحن الفئة المستهدفة أو الفئة اللي نحن بنشتغل عليها هي بتفرق بالمحتوى نفسه، ولكن كيفية إعطاء هذا المحتوى للفئة هي بتختلف بأسلوب الفئة المستهدفة. اليوم أكيد هذا الموضوع جدا مهم، وهو مثل ما قلتي أساس بحياتنا، كان بعملنا كان بحياتنا الاجتماعية كان بأي شيء نحن حابين نخوض تجربة فيه، ودائما نتقبل الفشل قبل النجاح، أنه نحن عملنا اللي علينا صح. كان عندنا قدرة، ولكن في مكان ما نحن يعني خلينا نقول أخطأنا كان فيها وفاة ما قدرنا، ما نلوم حالنا. شكرا دكتورة لحضورك اليوم، نتمنى لك كل هيك النجاح ورمضان كريم. كل عام وانتم بخير، انت بخير يا رب. شكرا لكم، شكرا لك دكتورة ولهي الطاقة الإيجابية اللي أعطيتينا إياها والمعلومات اللي قدمتيها، نورتينا.